السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم How to display x, y coordinate for any data. شلون أنا راح أقدر أوضح ال x وال y coordinate لأي بيانات أنا أريد أدخلها على نموذج الارتفاعات الرقمية أو المرئية الخاصة بمنطقة الدراسة إلي. اللي هسه أستدعي أنا حاليا مثلا الستيشن، مواقع السدود، مواقع محطات مثلا جيج ستيشن خاصة بالتصاريف، anything لا بأس بها. فهسه مثلا نجمع هنا مواقع السدود اللي تخص منطقة دراستي، استدعيها تلقائيا. بعد ما استدعيها تواجدت هنا، اهم خطوة متى تواجد هنا اروح اضغط عليها قلها display data x y coordinate، تمام. بعد ما استدعيتها اروح اغير، اهم شيء انتبه للجيوغرافيك coordinate system. هو عليه من يشتغل ما يشتغل على projected coordinate system وانما على الجيوغرافيك coordinate system. فاروح اسوي edit تعديل، اختار الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، بعد ذلك وورد، بعد الوورد راح اختار دبليو جي اس 84. اوكي، هسه غيرت اني الجيوغرافيك كوردينيت سيستم. اهم فقره ننتبه لها هي الكوردينيت سيستم اللي اشتغل عليها انا، الديسكريبشن. فقبل ما تشتغل على اللاتيتيود واللانجيتيود الخاص بالداتا اللي انت حتفعلها، تروح على الكوردينيت سيستم اللي خاص بالانبوت داتا. فنفعل راح يكون هو عباره عن دبليو جي اس 1784. بعد ذلك نحدد من هو اللاتيتيود، يقول لي انه اللاتيتيود اللانجيتيود عندك هو شنو، واللاتيتيود هو عندك شنو يمثل. بعد ذلك بما انه مثلنا ذول الاثنين، اروح اضغط هنا تلقائيا اقول له اوكي، فهسه راح يبينها صعدت هنا. ارجع على هاي اغيرها، مجرد انطيها مثل ما نقول الستايل ريفرنس الخاص بها. بالمناسبه تقدر انت تختار ستايل ريفرنس من هذه البيانات يمثل لك الديسكريبشن اللي انت راح توضحها. يعني مثلا من هنا عندك العديد من الخيارات، اذا كانت عندك بولدنج، اذا كانت عندك اندستريال، اذا كانت عندك ريسيجوال، اني ثينج، تري، اشجار تريد تمثلها، بحيرات، فيكل، اني ثينج. ايضا اكو فد برانش خاص بالانفيرومنتال والووتر، ويست ووتر، الوذر، كلها تحددها اللي انت تحتاجهم، تحددهم حتى يطلعوا لك الستايل ريفرنس الخاص بهم. كم وحدة احنا نحتاج نحددهم؟ وإذا أنت محددهم تلقائيا راح يكون ثابتات. عندك المترولوجيكال داتا الخاصة بالأنواع الجوية أيضا نقدر نختارها ونستفاد من عندها. anything لا على التعيين. المهم بصورة عامة أن من هذا تقدر تختار الستايل ريفرنس الخاص بك إذا كان ما متواجد ضمن الببليك الرئيسي. بعد ذلك تقول له أوكي، راح يسوي لك هو يضيفهم add to list، راح يضيف لك إياهم للستة. بعدين تقول له أوكي، خلاص هاي ضاف هذول اللي متواجدات. هسه نروح نختار احنا، بما انه احنا هسه هذا دينا راح يمثل لنا مواقع سدود، فراح اختار في شيء يبين لي فد للدام. عندي العديد من الخيارات للدام، هاي مثلا عندي هذا الدام لوك اقدر اختاره، او اي خيار ثاني. العديد هنا اكو خيارات عديده متوفره للدام او للريزرفوار، anything. فهسه هنا هذا الخيار راح نختاره، نقدر نوضح بالرين دوبت او الخيار اللي احتاجه انا. بعد ما نحدد الخيار، بالمناسبه اكو خيارات عامه يكون لها الخيار جدا اعتيادي، خيار عام. بس احنا راح نختار هنا اي خيار، بس لما انت تحتاج تسوي بيج لاي اوت لا، تختار الخيار اللي هو يمثل السيركل. فهسه احنا تلقائيا راح نختار مثلا هذا الخيار، خاص بالايربورت احنا اختارينا من ضمنهم الرود كروس سكشن. تقدر تختار الكثير من الاشكال المتوفره. فهسه عندي هذا كان الشكل، اختاريته اقول له اوكي. هاي النقاط اللي ظهرت لي بين مواقع السدود المتواجده ضمن المرئيه او منطقه الدراسه الخاصه بي. او ممكن استدعي انه مو شرط يعني خاص يكون، ممكن ستيشنات منطقه الدراسه ايضا اقدر اوضحها نفس التوضيح السابق اللي اشتغلناه.
تقريبا. هسه هنا راح نجي على والمكان التخزين الخاص بهم نختارهم ايضا نقدر نسوي لهم بنفس الخيار. هسه لو احنا هنا عندنا الستيشنات ايضا اضغط عليهم اقول له ديسبلاي اكس واي وكذلك راح يبين لي ديسبلاي اكس واي. اروح على الكوردينيت سيستم ما ننسى نغيره بنفس الخطوات اقول له اديت. شغلنا هنا بهذا الحال من اضيف حتى ابين لانجتيود ولاتيتيود يصير ضمن مو البروجكتد كوردينيت سيستم وانما جيوغرافيك كوردينيت سيستم. بعد ما نختار الجيوغرافيك كوردينيت سيستم راح يكون ضمن الوورد وتختار الخيار الخاص بها اللي هو WGS 84. فبعد ذلك ايضا تكمل نفس الخيارات وراح تظهر امامك تكون واضحه بنفس الداتا. بعد ما نعدل الجيوغرافيك كوردينيت سيستم نقول له ديسبلاي. نلاحظ ان يعني هو صارت بالاعلى هسه هي حاليا. اروح مجرد اغير الاستيشنات الخاصه بها. انا احد البيانات اللي صعدتها حاليا هي المترولوجيكال متوفره فاروح امثل اي شيء مثل الاستيشنات بما انه انا هنا تمثيلي البيانات اللي صعدتها هي خاصه باستيشنات الوذر يعني مترولوجيكال داتا. فاشوف الخاصات بالمترولوجيكال داتا وين اي رمز ستايل ريفرنس يمثل لي اياه اقدر اختاره وامثل به البيانات او الداتا. فهنا اختارت اي خيار مثل لي المترولوجيكال داتا او الويذر ستيشن داتا بتوزيعها على منطقة الدراسة. فهي عنوان محاضرتنا لهذا اليوم كلش سهل وبسيط لكن اهم فقرة بيه مثل ما قلنا انه هو الكوردينيت سيستم الخاص بمنطقة الدراسة. بنسوي ديسبلاي اكس واي للداتا تروح تتأكد من الكوردينيت سيستم تغيره. احنا نشتغل على الجيوغرافيك كوردينيت سيستم هذا اهم فقرة انه لازم نفعلها بها. ان شاء الله نلتقيكم بمحاضرات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.